بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا سابقا حول كثرة الكويكبات، وتساءل البعض حول هل هي من مخلفات الذيل النيزكي للكائن الزائر. الذيل النيزكي يتواجد خلف الجسم المركزي ويجره خلفه، والبعض يظن بأنه لن يتكون الذيل النيزكي إلا بعد وصوله لحزام سيرس أو حزام الكويكبات. فالذيل النيزكي به أعداد لا تحصى من النيازك العملاقة، ولا ينتظر المرور بذلك الحزام لكي يتشكل. حين يمر من تلك المجموعة أو الأعداد الكبيرة، فهو حزام نيزكي من النيازك والكويكبات يسمى بحزام سيرس، يدور أو يلتف حول المدارات الداخلية للكواكب الصغيرة للمجموعة الشمسية خارج مدار المريخ. حين يصله سيقوم بجذب المزيد والمزيد من تلك النيازك معه. أما عن الذيل البلازمي، فالذيل البلازمي هو آني ومؤقت، ويقتصر فقط عند اقتراب هذا الزائر نحو الأرض، حيث يتشكل ويتفاعل مع الرياح الشمسية ليتشكل ذلك الذيل البلازمي، وذلك خصوصا عند الحضيض الأرضي، حيث ستدخل الأرض وتحتك حيث يحتك الحقل المغناطيسي الأرضي بالحقل البلازمي للكوكب المذنب ليطلق أصواتا تصم الآذان وتفتت الجبال، وهي ما ندعوها الآن بالبوراليس. هذه الأصوات التي تسمع الآن نظن أنها أصوات الحقل المغناطيسي الأرضي واحتكاكاته. أما بالنسبة للكوكب المذنب، فهو الآن كأنه متوقف ظاهريا، حركته متوقفة ظاهريا، وسيتبقى أمامنا ما يقارب الأسبوع الآن لكي يبدأ بالتحرك الظاهري نحو اليمين، وذلك حين دخولنا في شهر يونيو أو شهر ستة، وسيكون بالحيز المكاني الممتد ما بين هاتين الإحداثيتين النقطيتين في يونيو تقريبا، سيكون عند الإحداثيات 20 ساعة 47 دقيقة و15 ثانية، وبميل فلكي ناقص 18 درجة 5 دقائق و17 ثانية، ويصل حتى النقطة التي إحداثياتها 20 ساعة 28 دقيقة و22 ثانية، وبميل فلكي يقدر ب 19 درجة 3 دقائق و43 ثانية. وسأقوم بتوضيح هذه المسألة أو هاتين النقطتين تقريبيا حين نمر للخريطة الفلكية إن شاء الله. وبالنسبة للراصد الذي يريد رصد هذه المنطقة بداية من شهر 6، فعليه في النصف الشمالي أن يأخذ الدرجة القوسية التي تفوق 30 درجة جنوبا، وذلك ابتداء من الساعة الثانية تقريبا بعد منتصف الليل، وذلك من جهة الجنوب إلى الجنوب الشرقي. إلا أنه عند سيصل، فالقمر الآن يقترب من تلك المنطقة وسيصل إليها، بالتحديد سيصل إلى كوكبة الجدي يوم 28 شهر 5، بالتالي سيكون ضوءه الساطع معيقا تماما للرصد،
حتى ما يقارب 1 أو 2 من شهر 6، حيث سيبتعد عن تلك المنطقة من جديد، لأنه سيكون تقريبا في يوم 28 سيكون مقترنا معه ظاهريا، ولكن بدون رؤية عيانية، حيث أنك ترى القمر، ومن أراد معرفة المكان الظاهري فعليه مراقبة السماء الجنوبية. سنوضح هذا على الخريطة الفلكية ونعطي توقيت المراقبة لمن أراد المعرفة، معرفة المكان الذي يتواجد به الآن الكوكب المذنب، لأن القمر سيكون علامة ظاهرة يمكن للجميع رؤيته ومعرفة المكان بالتحديد بمراقبة القمر. إذن لنمر إلى الشرح. كما تشاهدون معي عندنا هنا كوكبتي القوس والجدي، هنا الجدي وهنا القوس. حين نكبر الصورة نذهب للمنطقة التي يتواجد بها الكوكب المذنب الآن ظاهريا، وهي هذه المنطقة تماما. هنا هذه المثلث، هذا المثلث، النجوم المثلثة هي دلتا الجدي، هنا سعد الدابح 2، سعد الدابح 1، وهذه هي المنطقة التي يتواجد بها الآن، وهو يظهر لنا كأنه متوقف. لكن مع دخولنا في شهر 6 سيبدأ بالحركة يمينا باتجاه كوكبة القوس كما يظهر لنا. لاحظوا معي هذه المنطقة، سنحرك توقيت عندنا يوم 25، يوم 26، 27، لنقول 27. ما تلاحظون يوم 27 القمر يصل لمنطقة تواجد الكوكب المذنب تقريبا، وكما ترون عند الساعة 1 ليلا إلى 2 ليلا سيكون القمر بهذه المنطقة والكوكب المذنب هنا، بالتالي فيمكن معرفة المكان تحديدا حيث يتواجد الكوكب المذنب، حيث أنه بالجنوب إلى الجنوب الشرقي، وكما ترون هنا الجنوب، وعندنا الكوكب المذنب وكوكبة الجدي القمر بالجنوب الشرقي تقريبا، فهو بالجنوب الشرقي عند الساعة 2 ليلا. يمكنك مراقبة القمر حين ترى القمر، المكان الذي رأيت به القمر يوم 28 الثلاثاء 28 مايو على الساعة 2 ليلا، فالكوكب المذنب يتواجد على بهذه النقطة تقريبا، يتواجد إلى يساره بهذه النقطة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وقلت بأن حركته ما بين الإحداثيات التي أعطيناها في أبعد نقطة يصل إليها وإحداثيات أخرى تصل إلى هنا، حيث أن حركته في شهر 6 سوف تكون في هذه المنطقة. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.